من اجمل دورتين. تفضل دورتين اللي يتطلب منها 6 مشاريع. تعتبر مثلا اركز على الحاجات اللي تسوقت بدون اعلان. مثلا انا لما انزل مثلا في معرض يكون عندي بوث مختلف مرتب وجميل وكذا تسويق. لما يكون عندك ناس مرتبين وكذا والى اخره تسويق. لما احافظ على نفسي مثلا ما انزل اي معرض مثلا ما انزل او دور تسويق. اكيد انت تحافظ على الايمج مالك. بركات الله يطول بعمره. جاينا السعودية بلد ثاني. حاب يعني توجه كلمة للحضور المتابعين. ايش عندك في بلدك الثاني السعودية؟ اولا انا سعيد جدا اني موجود في المملكة العربية السعودية، بلدي لا اول ولا ثاني، هي بلدي فعلا. وثانيا بدعوة كريمة من المركز المدرب الذكي امانة جزاهم الله خير، وهذا ندل على شيء على حرصهم لاقتناء اسماء تتواكب مع طموحاتهم واهدافهم ومبادئهم. موجود في ضيافه الاخوان الاعزاء الاستاذ جاسم والاخت ابرار والاخوان كلهم في المركز. نتباحث في تقديم خطه تدريبيه لفتره قادمه باذن الله. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ونسال الله ان يجعلنا من الناس اللي فيهم فائده لمجتمعاتهم لدينهم ومجتمعاتهم وبلدانهم ان شاء الله. فنسال الله ان التوفيق، يعني دعواتكم لنا ان شاء الله. راح نعرض عليك تفاصيل الدورات ان شاء الله اللي راح يقدمها الدكتور في مركز المدرب الذكي. راح تكون نقله نوعيه للمركز ان شاء الله. نتمنى التوفيق للدكتور، نتمنى التوفيق الى الاستاذ جاسم وطاقم. على البركة إن شاء الله. إن شاء الله يسلمك.